بقى. معنا على الهاتف استاذه نهال دوام، مدير مكتب فيتو بالاليوبيه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اوصف لنا الاجواء عندك في محافظه الاليوبيه والاقبال على عمليه الاستفتاء عامله ازاي؟ محافظه شهدت لجان محافظه الاليوبيه منذ صباح اليوم وحتى الان اقبال يعني بدا بمتوسط وبعد كده بقى كثيف قدام اللجان. عندنا الناخبين عدد مقرات الانتخابيه 546 لجنه في 664 لجنه فرعيه، وعندنا عدد من يحق لهم الاداء باصواتهم 3,165,000 ناخب وناخبه على مستوى المحافظه. وطبعا ال 604 سياره مباشره، 64 نقطه تمركز داخل المحافظه. وكان عندنا المحافظه وفرت بعض وسائل المواصلات بكل مدينه للتيسير على المواطنين في الوصول للجان الانتخابيه. اهم الاحداث اللي حصلت النهارده حاجتين. الحاجه الاولانيه ان عندنا مواطن اشار على الادلاء بصوته من داخل سياره الاسعاف قبل ذهابه الى اجراء عمليه بمستشفى بنها الجامعي. المواطن كان من مدينه شبين القناطر، خرج المسؤولين عن لجنه مدينه شبين القناطر الى مقر عربيه الاسعاف واخذوا كل الاوراق والمستلزمات الادلاء بصوته وادلى بصوته فعلا داخل سياره الاسعاف. الحاله الثانيه ان قاضي مدرسه اكياد دجوه التابعه للجنه الانتخابيه لمدينه بمحافظه الاليوبيه خرج لاحد المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصه كان يستقل مركبه توك توك امام اللجنه، وخرج القاضي بنفسه وجميع المسؤولين باللجنه وجعلوا المواطن يدلي بصوته من داخل التوك توك تيسيرا عليه وعلى انتقاله. طبعا معظم اللجان تعاون كبير من قوات الجيش والشرطه في نقل المواطنين خاصة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة. والمشهد معظم اللجان بيتصدروا السيدات بالدرجة الأولى، نلاقي حرصنا على التواجد والمشاركة والتعبير عن فرحتهم بالمشاركة في هذا العرس الديمقراطي. نشكر حضرتك أستاذة نهال دوام، مدير مكتب فيتو بالأليوبية، شكرا على وجودك معنا. الشعب المصري بكل فئاته شعب طيب وحلو وقلبه على بعضه وقلبه على مصلحة البلد. كل الناس من الكبار للصغيرين مهما كانت درجة وظيفتهم حريصين على أنهم يطلعوا الاستفتاء في أبهى صورة ممكنة ويسهلوا على الناس. تحية طبعا لكل القضاء والمشرفين على العملية الانتخابية، وتحية طبعا لرجال الجيش والشرطة اللي بيقوموا بأكمل وجه الحياة وبأكمل واجب لتأمين عملية الاستفتاء، وكمان تحية للمواطنين ووزارة الصحة كمان اللي بتعمل أقصى استعداداتها لمواجهة أي حالات طارئة لا قدر الله. والمواطنين طبعا بنشكرهم ونتمنى أن احنا نشوفهم أكتر وأكتر قدام اللجان الانتخابية.